لا يبدو أن أجواء المدينة وحدها من يسيطر الضباب عليها، بل حتى وتفاصيل ما بات عليه المشهد الحضرمي في حصيلة عام توشك ما تبقى من أيامه القلائل. أنططوا، ضباب يحضر حينما يتعلق الأمر بالحديث عن الملف الأمني بالمحافظة، وبصورة أدق في مناطق الوادي والصحراء التي بات فيها مظهر العنف وجرائم السطو والاغتيالات بمختلف دوافعها أقرب ما تكون سمة متكررة. نتفاجأ صراحة يوميا من كم الاغتيالات الهائل الذي تشهده مدن وادي حضرموت، الاغتيالات في الجانب المدني، في الجانب العسكري، في الجانب خطباء المساجد والعلماء. يحدث كل هذا وسط تكتم تمارسه السلطات لحصيلة عام من ضحايا العنف والإرهاب، يقابله شلل أشبه بالتام للسلطة وأجهزتها الأمنية والعسكرية، وإلى جانبها منظومة مجتمعية بشقيها المدني والقبلي. مسألة الأمنية معروف أنها تكاملية بين المجتمع والجانب الرسمي أو الدولة. هناك تجربة في ساحل حضرموت شهدناها في الفترة الأخيرة، وهو تشكيل اللجان الشعبية في الأحياء والوحدات السكنية، وهذه عززت جوانب الثقة بين وتعزيز الدور المجتمع في الجوانب الأمنية. نرجو أن يستفيد الأخوة في الوادي من هذه التجربة. واقع الخدمات بالمحافظة هو الآخر شكل أحد الجوانب المعقدة وربما المتقلبة، فعدا عن زيادة حدة الانقطاعات الكهربائية المتزامنة واستمرار جهود تركيب المحطة الكهروغازية بحقول المسيلة، كان العام الحالي وتحديدا أشهره الأخيرة أكثر قسوة على مواطني المحافظة بعد اتخاذ سلطاتها لخطوة رفع أسعار بيع المحروقات في السوق المحلية، ليس لمرة واحدة ولا اثنتين بل لمرات ثلاث في مدة لم تكن لتتجاوز 90 يوما. وعلى الرغم من المبررات الجلدية التي فسرت بها السلطات أسباب ما ذهبت إليه، ومنها عدم إيفاء الحكومة بتعهدات دعمها واستمرار انهيار قيمة الريال في ظل ارتفاع أسعار المادة عالميا، إلا أن وقع تلك القرارات وانعكاساتها ألقت بظلالها سلبا على معيشة المواطن المتدهورة، يزيد من تدهورها عدم قدرة السلطات المحلية على دفع رواتب الموظفين بانتظام، إما لافتقاد التعزيز المالي من قبل الحكومة أو لغياب السيولة النقدية بالمحافظة. وهذه لوحدها حكاية معاناة أخرى. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.